إذن بعدما درسنا حرف اللام سنبحث عن كلمات تشمل هذا الحرف. وهناك اللام، هذا اللام في أول أم في آخر كلمة أم في وسط كلمة؟ آخر كلمة. آخر كلمة ولا يتصل بحرف الذي قبله؟ منفصل. منفصل، منفرد، لأن الحرف الذي قبله كان أو لا يريد أن يتصل بحرف الذي بعده، فكتب اللام بهذا الشكل. إذا سنتعرف أيضا، سنعيد كتابة الكلمات بلام في أول الكلمة، في وسط الكلمة، وفي آخر الكلمة. ننتبه جيدا لنبحث عن الكلمة. ما هي الكلمة تكتبونها على اللوحة؟ نستمع جيدا. أنا إناء يملؤون فيه ماء، أو الماء يملؤون فيه، في هذا الإناء هذا يملؤون فيه الماء. فعما نتحدث؟ برفع الأصابع. نعيد. نعم مجد. أحسنت، جيد جدا. سمعتونه؟ نعم. اسمعوا لك شعبها. دلو. دلو، أحسن. نكتب على اللوحة دلو. يلا أحسنت يا مجد، مباشرة تحصل على الكلمة. يلا نكتب كلمة دلو على اللوحة بسرعة. عندما أقول نتوقف، نتوقف. أستاذة. لا أقول أستاذة، نرفع. واحد، يلا كرسي واللوحة. لوحة لوحة. واحد، اثنان، ثلاثة، نتوقف، نظر أقلام بسرعة. أحسنتي أحسنتي. اثنين، ثلاثة، كتبتي دول ولا دلو. أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، عفوا، كرسي، أريني، أمشي كرسي، عصا، شكرا، دل ون، نظر ألوح بهدوء، 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 ها، بهدوء، شطارين، يلا، نفس الكلمة الأولى هي داش، دل ون، دل ون. الآن سنشكل كلمة دلون بالحروف المغلطة. إذن آية مع عصا بسرعة 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 بسرعة. هاي حاول تعلل كل، حاول بطاقة، عفوا الكلمة بسرعة. دلون. دا دا حين دليل مع الله دا المناسبة. بسرعة 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 بسرعة. ثم دل دل. أحسنتي، بسرعة. دل ون، الواو التي تتصل طبعا. بحثي عن الواو في غلبة هذه. الواو التي تتصل. بسرعة 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 بسرعة. دال أخرى. دل ون، الواو التي تتصل. وجدتيها؟ أحسنتي أحسنتي أحسنتي. يلا نعود إلى السبورة الآن. دل ون، أحسنتم. يلا ماذا يقولون الآن؟ دل ون. إذا تحصلنا على كلمة دلون، الآن كم مقطعا صوتيا في هذه الكلمة على اللوحة؟ نكتب واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، على حسب عدد المقاطع الصوتية التي تكون هذه الكلمة. دلون. مقطع. لا، العدد. العدد. واحد، اثنان، ثلاثة. نفعلها الآن. كم مقطعا صوتيا؟ ثلاثة. اثنان. اثنان، أحسنتم. اللي منا كم عنده اثنان؟ واحد فقط غلط. اثنان فقط. نعم دعاء، أحسنتي. دلون. جيد مادر، أحسنت أنا. دلون. يلا ننتبه الآن بهدوء. نظر على الوقت بهدوء. ننتبه جيدا. إذا هناك ما
إذن هناك مقطعان دل ون، هذا المقطع الأول هذا المقطع الثاني. سنرسم المربعين الآن، سنرسم المربعين والمستطيلين وسنلون المربع الذي أو المستطيل الذي يناسب المقطع الذي فيه الصوت ل. أعيد أميرة، قلنا مقطعان صوتيان، الآن من يلون المستطيل الذي يشمل المقطع المناسب المقطع الصوتي الذي فيه أو نسمع فيه ل. يلا سيد بسرعة، يلا خذي السيارة حمراء. أي مربع أو مستطيل سنلون؟ إذا مقطع ومربع صحيح؟ لا خطأ. عبيرة، كم مقطع صوتية في هذه الكلمة؟ اثنان. انتبه انتبه، هدوء. واحد، اثنان، ثلاثة. قاعد كلمة، قاعد كلمة هذه قاعد. دلون. جيد، كم مقطع صوتية؟ اثنان. أين نجد الصوت؟ أين تسمعين الصوت؟ ل. ل. عبديها؟ عيدي. بديتي بالمقلوب أنت، يا بديتي معكوس، بديتي بهذا هو اللون. هل هو الدل وراه هنا ولا راه هنا؟ شوفي الدل وراه، وراه الدل. لا، جهة اليمين ولا جهة اليسار؟ جهة اليمين ولا اليسار؟ يمين. إذا نبداو منا، يلا. أقرأي. جيد. وهذا اللي لونتيه وش هو المقطع الصوتي؟ ون. جيد. لونه ون. تفضلنا. جيد. إذا لونا لونا فوضى. اتركوا اتركوا جريبا. ننتبه ننتبه يا تمارين. إذا لونا المقطع الأول، ها لونا المقطع الأول. دل ون. يلا ننتبه الآن، ننتبه كلمة أخرى. أنا كيس تحملني معك في محفظتك، تضع فيه أدواتك المدرسية الصغيرة مثل المسطرة والمبرات والأقلام والسيالات إلى غير ذلك. أنا كيس صغير تضع فيه أدواتك المدرسية الصغيرة وتضعني داخل المحفظة. مقلمة. أحسنت. مقلمة. اللوحة بسرعة. مقلمة. بسرعة 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 بسرعة. مفعل الروح الآن. جيد. إذن لدينا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. ثمانية. تسعة، عشرة، أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر. خمسة عشر إجابة صحيحة. أحسنتم، جيد جدا، ما شاء الله عليكم. الباقي اللي ما قدروش يكتبوا اكتب في مقلمتكم. مسرين قلنا مقلمة، مقلمة. أحسنتم، 15 إجابة صحيحة ما شاء الله. الآن ننتبه جيدا، اللي ما كتبوش المقلمة بشكل صحيح نبدأ بالمي. ليقو ليقو لا ما مقلق لما تن. سنشكل الآن هذه الكلمة بالحروف المغلقة. عندنا نجمة بين مع لينا. يلا بسرعة 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 بسرعة.
لقيت الميم احسنت. يلا او ما نجي نقرا كلمه الحرف الاول بسرعه. مي بسرعه 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 بسرعه. مقه مقه. جيد احسنت جدا. قاع ثم مقه. يلا بسرعه احسنتي احسنتي. ثم مقلم. ما ما في وسط الكلمه. جيد احسنتي. مقلا بسرعة. نجيب الدين تأخذ النقاط ولا لا؟ كملي انت يا كملي. هو يدى النقاط ولا الفتحة إلى غير ذلك. كملي لكي الحرف الأخير. مقلمة. أحسنتي. طبعا جيد. أحسنت 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 يا عديل أحسنت. إذا أخذ عديل السكون الحرف الساكن مع الكسرة. أحسنت يا عديل أحسنت جيد جدا. إذا الحرف الأول هو عفوا المقطع الأول هو كم مربعا أو مستطيلا أرسل؟ أربعة. أربعة نرسم على الألواح بسرعة. نرسم على الألواح أربعة مربعات أو أربعة مستطيلات. Thank you.
الثالث ابدا ايدي التسلسل الثالث هدوء هدوء. واحد اثنان ثلاثة.